في إطار مساعي التوعية والإعلام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي هذا الدعم المقدم من مطبعة أوبن جرافيك للحكومة من أجل مكافحة كوفيد-19 إلى أعضاء خلية اليقظة والأمن الصحي ممثلة في رئيس اللجنة الإعلامية للخلية دبي كولتوانيا، وهو عبارة عن كمية من المنشورات الإعلامية واللافتة الكبيرة وكمية من الملابس، فضلا عن قرص للوسائط المتعددة التي تحكي عن الوقائي الصحية ب14 لغة محلية تحت شعار فلنعتمد الإجراءات الوقائية من أجل مكافحة فيروس كورونا. المدير العام لمطبعة أوبن جرافيك محمد عبد الرحمن محمد أوضح بأن هذا الدعم سيساعد الخلية في مكافحتها الدائم في توعية المجتمع للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وأضاف بأن هذه المنشورات الإعلامية واللافتات ستوزع في كافة الأراضي الوطنية. رئيس اللجنة الإعلامية لخلية اليقظة والأمن الصحي دبي كولتوانيا أشاد بهذه الخطوة الإيجابية التي تدخل ضمن الخدمات الوطنية لمجابحة كوفيد-19، مؤكدا بأننا الآن نواجه الحرب الإعلامية والتوعوي ليصل كافة الإجراءات والقرارات الحكومية إلى المجتمع بأسره لمعرفة مدى خطورة هذا الوباء الفتاك، وهذه المنشورات الإعلامية واللافتات هي السلاح الوحيد للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد. هذا وأن القيمة الإجمالية لهذا الدعم يقدر بحوالي 20 مليون من الفرنكات الإفريقية.